بتكليف من معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي، توجهنا إلى محافظة صلاح الدين العزيزة للاطلاع على الواقع التربوي وزيارة مخيم النازحين أو مدارس النازحين. والحقيقة كان في استقبالنا الأستاذ الفاضل الأستاذ مدير عام التربية الأستاذ مسر سرحان، الذي وجدنا لمساته واضحة الميدانية وليس الإدارية، كانت لمسات ميدانية في توجيهه للإدارات، فكان الإنتاج مبدعاً. وجدت إدارات مبدعة شابة طموحة لديها أفكار والحقيقة منتمية للعملية التربوية، مما حول أو غير الصورة الداعشية القاتمة السوداء إلى صورة يعني زاهية مستقبلية وخط بياني متصاعد للتربية في صلاح الدين. هذا ما وجدناه اليوم بدون أي مجاملة. لاحظنا المكتبات، لاحظنا مدراء يعني متحمسون لتنفيذ أفكار معينة. وجدت أنه السيد المدير العام قريب من هذه الإدارات جميعا، بابه مفتوح، ويعني كانت هذا يعني هذا الوجود الميداني والتفاعل الميداني أثر كبير في تفجير هذه الطاقات وحبهم للمدارس. زرنا مجمع النازحين، أربع مدارس النازحين، ووجدنا للأسف الشديد، طبعا هي مؤامرة كبيرة على العراق، ولكن يعني حقيقة جهود السيد المدير العام أيضا وجدناه هناك من خلال استقطابهم، تجميعهم في مخيم في كرفان، يعني أسس لوجود إدارة والمعلمين، وبعد ذلك التنسيق مع المنظمات، وكانت جهود واضحة للسيد المدير العام. وجدنا السيد مسر في كل مكان في صلاح الدين بصراحة، وهذا يحسب يعني له إن شاء الله في خدمة العراق. شكر وتقديري للسيد مدير عام التربيه استاذ مسر سرحان وجميع الكادر. طبعا كان مسك الختام هو النشاط المدرسي، عذرا، الاستاذ المبدع استاذ علاء اللي ابهرنا بانتاجه وحول الصواريخ المتوجهه الى تكريت، اعتقد حولها الى امريكا، قلب القضيه، قلب الموازنه، فبصوره ابداعيه. وجدنا استوديو، وجدنا قاعه مسرح، وجدنا اندفاع حماس، وهناك المزيد من الافكار تبدو في فكر وذهن استاذ علاء مدير النشاط. زياره محافظه صلاح الدين يعني تستوجب اكثر من يوم لتغطيه هذه الزياره، ولكن احنا ان شاء الله في كل زياره ستكون هناك اتوقع زيارات اخرى، في كل زياره نتوجه الى منطقه معينه نطلع الواقع التربوي واهم المقترحات او يعني طبيعه العمل. لاحظت، فاتنا ان انسى، انه فريق عمل متكامل لدى السيد مدير عام تربيه صلاح الدين، الإشراف والامتحانات والملاك والنشاط جميعهم يعملون بروح الفريق الواحد وبرؤية وأهداف، أيضا واضعين أهداف. هذا شيء رائع جدا، تمنياتي للجميع بالنجاح والموفقية والسلام والأمان والعودة إلى الديار سالمين إن شاء الله. محمد جواد الموسوي، مستشار وزير التربية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم كبير في محافظة صلاح الدين لزيارة السيد محمد جواد الموسوي مستشار معالي وزير التربيه، وهذه الزياره الاولى التي يقوم بها مسؤول من وزاره التربيه لتفقد واقع الحال للمحافظه، بالاضافه الى الاطلاع على انشطه ودور ادارات المدارس وملاكاتنا التربويه بالكامل وتضحيتهم في سبيل خدمه العمليه التربويه. الدعم ان شاء الله لا محدود من قبل وزاره التربيه للنهوض بواقع العمليه التربويه في المحافظه، ونحن على استعداد باسمي وباسم كافة العاملين في مديرية عمل التربية صلاح الدين، نعاهد أن نكون أو جنودنا وفياء لخدمة العملية التربوية في المحافظة والنهوض بواقع العملية التربوية، وأن نبقى دائما نتحدى الإرهاب، نتحدى كل من يحاول أن يغير صورة المجتمع العراقي واللحمة العراقية. تمنياتي لزملائي بالقسم التربية من مديرية عمل التربية والإشراف الاختصاصي والتربوية إدارات المدارس والكوادر التربية الموفقية، وأشكرهم على ما يبذلون من جهود وتفاني كبير لخدمة العملية التربوية في المحافظة. زيارة الدكتور محمد جواد الموسوي إلى مدينة تكريت وإلى مدارس النازحين كان لها أثر إيجابي من خلال تشخيص بعض الأمور العامة ودور مديري العام التربية صلاح الدين في إعادة الحياة إلى هذه المدارس. كان الزيارة حقيقة موفقة، اشتملت عدد من المدارس والإبداعات من خلال حملة مدرستنا بيتنا التي تجسدت اليوم في مدارس تكريت وفي مدارس سامراء. شكرنا وتقديرنا للجميع ومن الله التوفيق. الدكتور مجيد فليح، مدير الإشراف الاختصاصي في المديرية العامة التربية صلاح الدين. اليوم حل ضيفا عزيزا على محافظة صلاح الدين، شخصية تربوية
ألا وهو الدكتور محمد الموسوي مستشار معالي وزير التربية لتفقد مدارس النازحين في المحافظة، وعرج خلال زيارته على المؤسسات التربوية التابعة لمديرية التربية صلاح الدين، وخص قسم النشاط المدرسي بهذه الزيارة متفقدا الشعب داخل هذا النشاط. وحقيقة كان سعيد بما شاهد من هناك حملة إعادة الروح في هذا القسم. دخل إلى قسم الموسيقى ودخل إلى شعبة التشكيلي، كذلك شاهد وانبهر في استوديو النشاط المدرسي، هذا الاستوديو المعد لتسجيل الأنشودة المدرسية والابتهال الديني. دخل إلى قاعة العرض التشكيلي وإلى المسرح، وجد هناك نهضة فنية الغرض منها هو الارتقاء بواقع درس التربية الفنية ودرس التربية الرياضية لمدارسنا. سعيدين بهذه الزيارة التي حقيقة شكلت جانب مهم، بل أعطت دافعا لنا لكي نبدع ولكي تستمر الحياة بأبهى صورها. علاء حسين ياس، مدير النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين.